لا ماشي. لا خالتي عفيني ما راح ضبط. لا ولو بدكم تتركوني وحدي معهم. دخيلي خالتي هلا بنلحقك، بدي احكي كلمتين مع لاميا عن مشروع جديد. مسرحيه؟ لا المسرحيه بعد ماشي، مسلسل الي. مساعد كمان؟ اخراج كامل. من هيك الشعر الطويل. ولو ما بتغيروا فكركم؟ هلا بنلحقك. ومازن كمان ما كان يعرف يرجع. ناقصك مازن تتكمل. دخلك صابر، شو اجا يعمل؟ ما سالته شيء؟ مصر بده يتعلم، تيري عرف انه اليوم في درس اجا قبل الكل. دخلك ما سالك السؤال التقليدي؟ نسينا نسالك استاذ كمال هون؟ لا صابر باستراليا. ايه الله يجيبه بالسلامة. سيد ابراهيم ليش قاعد هون؟ ابقاش بدي تمام. ليش؟ ما طلعتش هي؟ نعم يا ست سعاد طلعت هي، بس من وقت ما فات هالمخلوق العجيب وصارت تتغشغش وتضحك، صارت تشبه ايش اسمها هيدي دخلك يلي كانت بدها تطلق علي المستطيل الاخضر. ريا. لا تمام عقلي. انا هيك قلت بس ليك. شو بك؟ قوم اقعد معنا. حل يا بوشي. بك شي قاعد هون؟ عزمتي على العشاء؟ لا عشاء ولا شي، روح اقعد هونيك. وهو ما بدوش يقعد؟ روح اقعد. ايه سيد ابراهيم قوم تنشرب القهوة. معلش يا ست سعاد انا كان بدي فل، بس قلت عيب فل بدون ما قلكن خاطركن. خاطركن. تمام. ابراهيم 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 وفيلين. ست سعاد شو صار؟ زعل. نصيبي راح نصيبي، شو بعمل؟ ولا يهمك تمام. كله الحق عليك. انا تمام؟ ايه انت. انت لازم تصلح الموضوع، انت لازم ترد لي ابراهيم. تكرمي. انا قاعده هون ومش ظاهره قبل ما ترجع انت وياه. الله يبشرك بالخير.